أيها الناس، والله ما يكون اليوم إلا ما كان بالأمس. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم. فتفكروا فيما كان لتعلموا ما سيكون. انظروا حين شقت الفتن صفوف المسلمين، ماذا حدث لنا؟ كم من أرواح أزهقت، وبيوت هدمت، ومساكين شردوا. تكالبت علينا الأمم فأكلت البلاد وأذلت العباد. متى كانت الحروب تثمر وردا؟ متى كانت الدماء تروي ظمأ؟ ابن تومرت خرج علينا مدعيا المهدوية، فأنى يكون المهدي؟ وما زال الناس على إسلامهم، وما زالت دولة الإسلام تحكم، فلما الحرب وكلا الفريقان مسلم؟ لماذا نقاتل بعضنا البعض؟ أما قال لنا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إنها ستكون فتنة وأحداث، فإذا كان ذلك فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل فافعل. فلا والله لن نخرج لحرب حتى نكره عليها. من خاف على دينه فليقعد في داره. نحن لا نخشى الموت فهو علينا حق، وإنما نخشى العاقبة، فتلك هي الحياة الخالدة الباقية. تلك هي الحياة الخالدة الباقية.